طبعا يعني الجيش الروسي يتقدم، ولو يتقدم ببطء، ولو على حساب قصف مهول وتدمير كبير جدا، ولكن يعني لا مجال للمقارنة بين ما تملكه روسيا وبين ما تملكه أوكرانيا، يعني ما فينا نقارن فيها. ولو أن الجيش الروسي كان نوعا ما يعني ليس كما كان يتوقع البعض أنه تكون الحرب خاطفة يعني ويعني أن تنتهي بسرعة، لا أكيد هناك دعم غير مسبوق لزيلينسكي ولأوكرانيا، ولكن في المقابل أيضا هناك تقدم، يعني بكل موضوعية هناك تقدم بطيء ولكن أكيد نحو الأهداف التي تريد أن تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا. ولا شيء يمنع هذا التقدم، لا الأسلحة التي يعني يتبرع فيها العالم والغرب إلى أوكرانيا، ولا المال ولا أي شيء آخر، وكل ما نسمعه يعني حلو جميل كلام يعني شاعري كلام، ولكن لا يغير الواقع على الأرض. أن نحارب بالجرافات وأن نحارب حتى آخر أوكراني ولا ما هنالك، هذا لا يغير أي شيء على واقع الأرض للأسف. يعني نعم، بالنسبة لتصريح الرئيس الأوكراني بعدم الاستسلام وباستعادة ما احتلته روسيا، يعني برأيك هل هو استعراض إعلامي أم أنه ربما نابع ومبني على دعم وثقة بالغرب، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لثلاث قادة أوروبيين كبار لأوكرانيا؟ نعم، أولا أعتقد أنه فيما يخص الزيارة، وسأعود إلى ما يتحدث عنه زيلينسكي، خاصة نحن في لبنان عشنا هذه المرحلة الأوفوريا، ما يسمونه بالأوفوريا، التي ليس لديها أي تعلق بالواقع. الزيارة يعني ماكرون كان واضح جدا وهو ما زال واضح ويقول هناك حلين، أم تنتصر أوكرانيا، وهو يعرف أنه هذا الأمر مستحيل، أم أن يصار إلى مفاوضات مع روسيا، وهذا هو الأمر الأقرب إلى الواقع وإلى المنطق. أما الكلام أنه سنحارب وسنحرر تبقى هناك، يعني المنطق والعقل يقول أن ليس هناك تساوي أبدا، مع أنه يعني إذا أردنا أن نوسط الأمور أنه روسيا تهجم وأوكرانيا تدافع، ومع هذا ما زالت روسيا تتقدم، وكما قلنا قبل مع كل الدعم وكل السلاح وكل يعني شو بعد فيه؟ بعد فيه بس أوروبا والولايات المتحدة أنه يجوا ويقولوا نحن سنحارب، سندخل إلى أوكرانيا وسنحارب الروس. وهذا كان يمكن أن يصح لو لم يكن لروسيا السلاح النووي. إذن هذا غير يعني مطروح اليوم. طيب إذن شو نرى الواقع على الأرض؟ هو واقع يعني يتحدث عن نفسه، تتقدم روسيا، هلأ يريدون أن يتحدثون بالشعر ويعني سندافع وسنسترد، وهذا ليس له علاقة بالواقع. كلما اقتربنا أو كلما اقترب الأوكران وكلما اقترب زيلينسكي وكلما اقترب الأوروبيون بالاعتراف بالواقع، هم يصرخون يقولون روسيا تريد أن تجوع العالم. ماذا يعني هذا؟ طيب يعني إذا عندها القدرة هذه روسية أن تجوع العالم، وعندها هذه القدرة أن تتقدم، وكل يعني العقوبات التي تنهال على روسيا، هلأ شهر أيار 55% زادت مبيعات النفط إلى الصين مقارنة مع العام الماضي. طيب يعني إذا كلما اقتربنا بالاعتراف بالواقع مع يعني نحن ما بنحب الحروب وليست مبررة وكل شيء يقال في هذا المجال، ولكن كلما اقترب الأوروبيون بالاعتراف بالواقع الموجود على الأرض، كلما اقتربنا إلى حل يعني يستطيع أن يرضي كل الأطراف التي تتقاتل في أوكرانيا، الأوكران، الروس، الأمريكيون، الغرب، الأوروبيون، كلهم. يعني أشكرك جزيل الشكر الكاتب السياسي إيلي فواز، كنت معنا مباشرة من بيروت ضيفا على نشرة الظهيرة.